في هذه المراحل السنيه. كابتن ياسر اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا بيك و المشاهدين. اهلا بيك كابتن ياسر، وعايز اقول لك الكل استرجع الذكريات والاحصائيات التاريخيه المتعلقه بالتصفيات الافريقيه. دوره برشلونه 92 والتصفيات اللي تاهلنا من خلالها في مباراه زيمبابوي، ونفس الامر تكرر امبارح بس من خلال احمد بقى في مباراه مصر وغانا في الانتصار في اللحظات الاخيره. اولا يعني الفارق ما بين 92 و2019، وشفت امبارح اللحظه دي ازاي لما اتقررت بعد حوالي 28 سنه؟ لا يعني ما فيش شك طبعا في فرق كبير جدا بين الزمن القديم بتاعنا والزمن الحالي، ده فرق كبير جدا في الامكانيات والسوشيال ميديا اللي موجوده حاليا. لا الوضع كان مختلف تماما، لكن انت زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت كده من ذكرياتنا. لا انا برضو في لعبت الماتش اللي هو يعتبر اللي هو وصلنا الاولمبياد في برشلونه، لعبنا زيمبابوي هنا في القاهره كسبناهم 3-1، منهم كان فيه هدف الحمد لله كان من صنع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني، وكان موجود الموجود معانا كان مدير فني كابتن محمود سعد مدير فني، وصلنا وبرضه كان من خلال كابتن محمود جوهر الله يرحمه، وده اللي كان برضه لهم هدف الاثنين اللي احنا نوصل لبرشلونه، وكان التدعيم كله من الدوله حاليا برضه بامانه يعني. ورحنا تعادلنا مع الزيمبابوي هناك 0-0 ووصلنا الحمد لله الاولمبياد. نيجي بعد كده نلاقي نلاقي الموضوع ده الثاني اللي احنا المنتخب اللي موجود حاليا طبعا عملوا انجاز كويس جدا، الانجاز اللي هم عملوه ده حاجه تحتسب لهم. انت شايف الماتش اللي فات الروح والاداء والرجوليه وحاجات كتير قوي تتكلم على 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 المنتخب الاولمبي، فالحاجات دي كلها بتحتسب لهم مع جهاز فني محترم زي الكابتن شوقي غريب والكابتن حسين الجمال كابتن محمد شوقي كابتن وائل شيتوس كابتن اسامه مجموعه كويسه اسامه عبد الكريم، الناس كلها بصراحه فرحانه بيهم، واللاعيبه اللي عملت ده انت نفسك كنت امبارح مستمتع بالمباراه. تمام. انت شايف ان منتخب مصر لو الاداء ثابت امل والروح اللي موجوده ده لحاجه الواحد بصراحه مش عشان والله احمد ابني كان بيلعب ولا حاجه، لكن الاداء اللي موجود اداء مشرف لمنتخب مصر، ناس بتلعب بروح مصر فعلا والناس كلها كانت مستمتعه بالمباراه، واللي انت تجيب جون في الوقت ده لا الوقت ده وقت صعب جدا، التعادل اعتقد كان هيدخلنا في حزب الدرمه، اللي انت تجيب الهدف في الوقت ده لا هدف ليه طعم لمنتخب مصر ولينا كمصريين يعني. طيب احتفلت يعني وقت احراز احمد الهدف اكيد كانت بالنسبه لك فرحة غير طبيعية، واسترجعت بقى ذكريات بعد 29 سنة لما كان ليك دور كبير جدا في تأهل المنتخب في دورة برشلونة 92. أكيد أكيد طبعا يعني أنت عارف برضه لما هو بيجيب الهدف وهدف فوز في بالشكل ده وفي التوقيت ده طبعا أنت كأب طبعا لازم تفرح بيه طبعا وتفرح، أنت أصلا بتفرح بفرح الكابتن شوقي غريب، أنا بشوف تعبيرات الكابتن شوقي غريب بيبقى والله العظيم الله يكون في عونه. يعني أنت لو تشوفه يعني الراجل يعني أنا طبعا فرحان وفرحان لأحمد جابون، بس انا فرحتي الكبيره للكابتن شوقي غريب، الراجل واضح عليه الـ يعني وشه، انت لاحظت وشه بقى محمر جدا وعايز يوصل لدرجه عاليه جدا، وهو طبعا الناس كلها طمعانه في المنتخب ده وعشمانه في المنتخب ده، وده اللي بيرجعني للذكريات بتاعته وانا والحمد لله واحنا موجودين في تصفيات افريقيا واحنا عشان نوصل للاولمبياد، انا حتى ببقى اقول لاحمد قلت له انتوا هتتمتعوا اذا انت في يوم من الايام وصلت للاولمبياد. حقيقي. هتلاقوا عندكم معسكرات محترمه بتسافروا سفرات جامده بتلعبوا فرق اقوى هتلاقي متعه ثانيه، انت اسمك بيعلى في اوروبا، اسمك بيعلى في العالم كله، انتوا كلاعيبه واسم مصر بيعلى في الاولمبياد دي بتبقى حاجه كبيره جدا، ده زي كاس العالم ويمكن احسن. تمام، طيب لفت انتباهي كمان يا كابتن ياسر تويتر كان كتبها الكابتن عماد متعب على تويتر ووجهها لياسر ريان، لو وجهها لاحمد ياسر ريان، وكلمه والجمله حتى احمد رد عليه وقال له يا كابتن لسه قدامنا تصفيات لغايه الاخر، لسه عندنا كذا خطوه وكذا مرحله لطوكيو 2020. احساس اللاعبين السابقين والدوليين زي عماد متعب وقيمه عماد متعب والرسائل الايجابيه اللي ممكن توصل للعيبه من خلال تويتر رسائل خاصه الكلام ده كله. انا قلت لك قبل كده احمد هو مثل الاعلى عماد متعب، وانا يمكن قبل كده كنت معاك في حلقه من الحلقات وقلت لك الكلام ده، قلت لك احمد ريان بشبهه بالظبط بستايل عماد متعب، وحتى لو انت جبت اهداف عماد متعب وجبت اهداف احمد ريان هتلاقي قريبه، حتى لو في الدوري او في الماتش اللي فات بتاع افريقيا اللي مع المنتخب عماد متعب اعتقد جاب لنا بطوله زي في الوقت ده برضه مع النادي الاهلي نفس الكره دي تقريبا، طبعا مع الفرق ده كان الكره ودي كره كانت عرضيه،
لكن في الاول وفي الاخر انا قلت لك هو عماد متعب، هو بيحب عماد متعب جدا وتماثله الاعلى، وانت عارف عماد متعب ده نجم كبير جدا اكيد، وهداف من الهدافين اللي بسببه من احتسابه في تاريخ مصر من الناس المعدوده. فحته اللي هو عماد متعب بيتعبه والحاجات دي كلها، دي حاجات كلها متعبه. انت عارف لما لعيب بيحب لعيب بيحب يبقى في حاجه اسمها مشاكسه يعني. اكيد. كابتن ياسر ريان انا بشكرك، وكان مهم جدا نقول للناس طبعا يعني شتان الفارق او هذا الشبل من ذاك الاسد. كابتن ياسر ريان في دوره لما كان مع المنتخب الوطني في تصفيات افريقيا 92 المؤهله لبرشلونه، وبعد 29 سنه او 28 سنه بيتكرر الامر تاني بس مع نجله بقى في المنتخب الاولمبي، لكن سنه 2019 الدوره التصفيات الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020 ان شاء الله في الفتره القادمه.